جزاكم الله خيرا. هذا أبو محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله حججت العام الماضي وأخرت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وفي أثناء الطواف شككت أن وضوئي انتقض، ولكن أكملت الطواف وعدت إلى جدة وما زال الشك يراودني إلى الآن، فهل يلزمني إعادة الطواف؟ إذا كنت دخلت في الطواف وأنت على وضوء متيقن، حصل عندك شك انتقاض الوضوء، فهذا لا يؤثر، لأن اليقين لا يزول بالشك، وطوافك صحيح إن شاء الله، ولا يكون في نفسك شيء لأنك متيقن للطهارة، شاك في الحدث، والشك لا يؤثر على اليقين.